ما رأيكم في من يقول أو ما حكم الشرع في من يقول أن كل بلد ليس يحكم فيه بشرع الله مثل أكثر بلاد المسلمين الآن أو كل بلاد الكفار يجوز فيه الجهاد حتى لو كان فرد أو مجموعة صغيرة وكذلك ضرب بلاد الكفار هذه انتقاما لما يحدث في بلاد المسلمين؟ هذا لا يقوله إلا جاهل وفاتح فتنة فاتح فتنة فاتح فتنة لا يفقه من دينه شيئا. يا ناس المسألة ليست سهلة، هذا الدين له أحكام وله حكم وله مآلات في أحكامه وله مقاصد في أحكامه. أن يأتيني واحد تحركه العاطفة ويبدأ يقول مثل هذا الكلام هذا ما يجوز. حتى الذين كانوا يستعجلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأتون إليه وهو تحت الكعبة متكئ تحت ظل الكعبة يأتون إليه يا رسول الله سمية قتل بلال يعذب آل عمار يعذبون. فلا يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يجلس المتكئ ويقول لهم اسمعوني لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتوضع له حفرة ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على مفرقه فيقسم نصفين لا يرده عن دينه ولكنكم تستعجلون. اللهم صل على محمد. هؤلاء المهزوزين يحتاج ان يتعلموا العلم الشرعي.